24. طبعا النهارده يعني على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم ارزي، فيلم لبناني. محتاجين نتكلم بقى عن يعني فكره ان الافلام كلها دلوقتي بقت بتناقش قضايا مهمه زي حروب فلسطين والحروب اللي بيتعرضوا لها في لبنان. شايفه هو لسه هنتفرج على الفيلم، انا مش عارفه تفاصيله، بس بس مبسوطه انه احنا بنتفرج على فيلم لبناني. طبعا طبعا بشكل انساني احنا بندعم القضيه اللبنانيه والقضيه الفلسطينيه، وبدعمهم مش عشان هم قضايا عربيه هم عرب يعني بننتمي ليهم، لا انا بدعمهم عشان دي قضايا عادله، دول ناس مظلومه وقع عليهم ظلم انساني واضح وبين. عشان كده بالنسبه لي الدعم من الجانب ده، يعني انا بالنسبه لي لو شخص تاني بلد تاني ما بنتميلهوش لا دينيا ولا لغه ولا اي حاجه بس مظلومه هدعمه برضو. على فكره انا بالنسبه لي بدعم القضايا الانسانيه العادله، ودي ناس مظلومه بشكل واضح جدا، عشان كده بندعمها. ودعمنا بنعمل ايه؟ احنا في الاخر يدوب بنتكلم، بننزل حاجات، بيتعمل زي كده زي النهارده فيلم عن الموضوع، قبل كده دوكيومنتري برضو عن القضيه الفلسطينيه، المهرجان يكرم السينما اللبنانيه او الفلسطينيه او او او، هو ده اللي الواحد بيقدر يعمله. يعني في الاخر احنا مش قاده ولا سياسيين ولا، احنا مجرد فنانين، فده اللي بنقدر نعمله، ويا رب يبقى ده بيساهم بشكل ما، حتى مساهمة توعوية أو دعم معنوي للشعوب، شعوبنا الغالية علينا. يعني مهرجان القاهرة برضو يعني من أوله وإحنا في فعاليات كتير قوي بتدعم يعني الأوطان المحتلة زي فلسطين وغيرها، وطبعا بيلبسوا حاجات ليها علاقة بفلسطين وكل ده. أنت كجهان ممكن نقول بتدعمي فلسطين أو الأوطان المحتلة إزاي؟ والله شيء لطيف، انا يا ريت كنت اعرف يعني مثلا ديزاينر او كده بتعمل حاجه حياكه مثلا للزي الفلسطيني او اللبناني، اتشرف طبعا، بس يعني للاسف ما يعني ما اعرفش حد بيعمل حاجه زي دي، ما ثقبش ان انا عندي كونتاكت مع حد. انا حتى الكوستيم المغربي مرات ببقى عايزه البسه بس بعيد، فمبقاش عارفه حد يبعت لي، الناس تتضايق اللي مش بتلبسي، بس هو انا بعيده خالص فالحاجه مش بتوصل. بس طبعا لا يعني زي ما قلت لك من شويه، كل القضايا الإنسانية العادلة بحاول أعبر عن ده عن طريق السوشيال ميديا بتاعتي كلها، بننزل حتى لو الريتش بيقع بننزل وبنكلم، لازم نعمل كده وإلا بنكون بنخون مبادئنا إحنا. وزي ما بقول وبكرر، أنا ما بدعمش قضية عشان أنا بنتمي ليها، يعني أنا لو بنتمي لبلد أو بنتمي ل ل ل ل ل ل ل ل يعني أو في دولة شقيقة بتجمعني بيها لغة ودين و و و وهي دولة ظالمة، مش هدعمها. أنا بالنسبة لي، وده لازم يكون كل بلاد العالم وكل كل شعوب العالم تبقى عندها المبدأ ده، بندعم المظلوم، بندعم القضايا العادلة، ومش بندعم حد عشان هو يقرب لنا يعني. فبالنسبة لي أو في بينها حاجات مشتركة يعني، ده ببقى قرب لي، بس لو هو ظالم هو ظالم. فبالنسبه لي لا، بندعم عن طريق كل اللي احنا بنعمله. ولو جات لي فرصه ان انا اقدم شخصيه فلسطينيه او لبنانيه او ناس او شخصيه غزاويه او اكيد هتشرف وهبقى مبسوطه ان انا اعمل كده. بتشوفي زي برضو فكره الانتقادات اللي ممكن تجي لك على السوشيال ميديا على الاطلالات مثلا، لو اطلاله جريئه اطلاله مفتوحه، يعني بتحسي ان لا يا ريتني ما كنت لبست، ولا مش بتركزي اصلا؟ والله ما بيجيليش انا الانتقادات دي بتاعت الاطلالات الجريئه والمفتوحه والحاجات دي، بصراحه ما جاليش قبل كده هجوم ولا حاجه، ما اظنش سمعته ده عني قبل كده. ممكن ناس تعجب بس انا ما بيجيليش ده، ممكن انا مش اكستريم جرأة في النقطه دي، رغم ان انا مش ضد ولا مع، يعني كل واحد حر، بس انا ما بيجيليش الانتقادات من النوعيه دي. بلبس على في الغالب المريح، مش مريح قوي، هو طول فيه هيلز وحاجات كده، بس يعني بلبس على طول الحاجه الاريح لي. مرات اخطئ ومرات اصيب، مرات يعجب الناس ومرات ما يعجبهاش، بس ما يعجبهاش لون قصه بس، عمره مثلا ما في كانت في حاجه فجاه قوي لدرجه انه الناس عملت لي هجوم فظيع، يعني رغم ان انا عادي ممكن اتفرج على ليدي جاجا وهي لابسه الحاجات الغريبه بس وابقى مبسوطه، بس انا صعب معرفش. ممكن ده لو عندنا مثلا حاجة لا علاقة بالفاشن أكتر ماشي، بس حاجة سينما ببقى ايه، ولو حاجة مثلا كانت فيها فاشن شوية وفي ستايلست هو اللي لبسني تبقى حاجة مترقعة على مستوى الشكل، مش بتبقى فجاجة على المستوى ده يعني.